اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن مصر، مبارك يا حبيبي. زي الفل الحمد لله. كويس الحمد لله. قبل بس ما نتكلم عن مباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده، يعني انا كنت حتى بتساءل عن اصابه امام عاشور، هل هيروح المنتخب ولا لا؟ ولكن من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم من 14 دقيقة تم استبعاد إمام عاشور للإصابة واستدعاء أحمد نبيل كوكا لمعسكر المنتخب استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر. إذن إمام عاشور تم استبعاده، وإمام عاشور هيواصل مرحلة العلاج خلال العشر أيام القادمة داخل النادي الأهلي، وتم استدعاء أحمد نبيل كوكا. حقيقة يستحق، سواء عامل مباريات رائعة مع المنتخب الأولمبي، والماتشين اللي لعبهم الحقيقه عامل مباريات جيده جدا مع النادي الاهلي. رايك في الامر يا اكيد؟ الف سلامه على امام طبعا. اكيد عنصر مهم داخل النادي الاهلي، لكن بتمنى له الشفاء وبتمنى له ان هو يرجع في اقرب وقت وتكون الاصابه خفيفه. اكيد كوكا زي ما بنتكلم عليه تالقه مع النادي الاهلي او مع منتخب الاولمبي، اتمنى له التوفيق مع منتخب الاول. وهنا الفرصه كابتن ما بتجيش الا بالمواقف دي، يعني فرصتك ان انت تمسك في المنتخب الاول ويبقى ليك مكانه ما بتجيش، اللي هي مصائب قوم عند قوم فوائده. فان ربنا يجعل الامام اصابه النهارده وكوكا يروح مكانه، فده اكيد سبب. اتمنى ان كوكا يقدر يستغل الفرصه دي ويقدر ان هو يكون اضافه للمنتخب الاول ان شاء الله. ان شاء الله. ماتش الاهلي والاسماعيلي النهارده 3-1، نادي الاهلي عامل مباراه جيده. أكيد ده ما فيش شك يا كابتن. يمكن لما هنتكلم قبل المباراة كانت كفة النادي الأهلي هي الأرجح لأساليب كتير أو لأسباب كتير الفترة الأخيرة، أو الاستقرار الفني اللي موجود عند النادي الأهلي، مفاتيح اللعب اللي زي ما بنتكلم دايما إن هي مفوقة النادي الأهلي، وكان أهمهم بيرسي تاو وحسين الشحات وتألقهم على مدار تاني سنة على التوالي. ده حاجة مش جديدة على النادي الأهلي، وده اللي بيرجح كفة النادي الأهلي دايما بذكاء الرجل وكيفيه تعامله مع المباريات، مع عمليه التدوير اللي الراجل بيعملها حتى في التغييرات، مع سيستم اللعب اللي الراجل حطه ان اي حد لما بيشارك بيأدي بنفس الاداء. مع نزول رضا سليم وطاهر والتغييرات اللي حصلت اضافت لخط هجوم النادي الاهلي، عشان كده دايما كفه النادي الاهلي هي الارجح في المكسب وفرض اسلوب اللعب. اكيد ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال ومستر مارسيل كولر، مباراة كانت رائعة الحقيقة من على الخطوط، كيف تابعت هذه المباراة؟ أكيد ده لا يقلل طبعا كابتن إيهاب جلال مدرب كبير. أعتقد إن الظروف اللي في نادي الإسماعيلي الفترة الأخيرة بالعكس، أنا شايف إنهم عملوا ماتش جيد النهاردة. عملوا ماتش جيد وفي عناصر جيدة في نادي الإسماعيلي، لكن مع الوقت أسلوب الكابتن إيهاب جلال هيبان مع نادي الإسماعيلي مع طريقة اللعب اللعيبة. كابتن إيهاب حتى من المدربين اللي بتقدر تحفظ اللعيبة، ليه سيستم لعب وأداء لعب. اتمنى له التوفيق مع النادي الاسماعيلي، لكن دايما لما هتكلم اي فريق هيواجه النادي الاهلي هيواجه صعوبات لكثره مفاتيح اللعب اللي موجوده داخل النادي الاهلي. ما تفتحش اللعب، انا وجهه نظري دايما عايز اللعب ما تفتحش لعب، ما ينفعش تفتح لعب مع النادي الاهلي. طبعا كابتن اسلام، انت بتتكلم في 7 مفاتيح لعب داخل النادي الاهلي ممكن تسميهم بالاسماء، والنهارده بتشوف كوكا ممكن بيلعب رقم 6 وبيعمل ثرو، انا بشوف انه ولا اروع لحسين الشحات. فده حاجه بتضيف حتى للنادي الاهلي ان انت يبقى عندك ديفندر او عندك لعيب رقم 6 بيقدر يعمل ثروهات ويوصل حتى الهافات اللي عندك او صحيح. الفرود اللي عندك دي حاجه بتضيف حتى لكولر وللعيبه اللي معاه. النهارده بما اننا بنتكلم عن المنتخب واحمد حسن كوكا، احمد حسن كوكا عامل مباراه جيده جدا النهارده يا احمد، في ظل ان انت يعني هو الحقيقه عمل الكام باص النهارده انا شايفهم رائعين، في ظل الـ التغيرات اللي دايما بتحصل، سواء يعني احنا النهارده متوقعين مروان عطيه في جانب احمد حسن كوكا، اليو ديانج بيؤدي، اليو ديانج فوكينا بيؤدي بسم الله ما شاء الله بشكل جيد جدا. اكيد يا كابتن، دايما ده اللي معودنا عليه الراجل ان هو لما بيلعب حته عمليه التدوير اللي يعني ما حدش كان في دماغه النهارده ان هو ان احمد حسن كوكا هيلعب. بص يا كابتن، انت لما توصل لمرحله مع مدير فني ان اي حد يلعب يتالق، دي بترجع للراجل وطريقه لعبه واسلوب لعبه، زائد ان اللعيبه بقى عندها خبرات ان هي تقدر تساعده بشكل كبير جدا على تنفيذ تعليماته او تنفيذ طرق اللعب اللي بيلعب بيها. ودي المرحله اللي وصل لها النادي الاهلي مع مجموعه اللعيبه دي، يمكن كان من ابرزهم كوكا. اعتقد ان هو بقى من اهم اللعيبه في نص الملعب، بيضيف لنص الملعب، وكل ده كل اللي بنشوفه ده في مصلحه النادي وفي مصلحه
الفرقه ان يبقى عندك في كل مركز 2 أو 3 لعيبه بيأدوا بنفس الاداء، بيأدوا بنفس المستوى. فاعتقد ان كل ده في مصلحه النادي الاهلي، وزائد ان اللعيبه دي بقى خلاص بقت متمرسه بشكل كبير جدا على طريقه لعب الراجل، وبتضيف بتنزل تضيف حتى في غياب مروان او غياب اليو ديانج لاي سبب من الاسباب. لا، كوكا بينزل يأدي، ممكن قفشه بينزل في المكان ده برضو بيأدي، طاهر بينزل بيضيف. فاعتقد ان كل الاسباب دي هترجح كفه النادي الاهلي وتقدر تساعد الراجل بشكل كبير جدا ان هو ينجح. اكيد جون حلو قوي يا احمد اللي احنا شايفينه ده، علي امام حسين بيرسي تاو هدف. بص يا كابتن، انا بشوف من الاول يا سمير إن, ان الجول ده نفس الجول الثالث بالظبط، الترابط اللي عامله علي معلول مع رضا سليم مع طاهر في الجول الثالث. بس عامله اختلاف هنا الاسماء يعني. اختلاف الاسماء، علي هو نفس علي مفتاح اللعب مع حسين، مع حسين الشحات، مع امام عاشور، نفس طريقه اللعب، وهو كان من اهمهم طبعا. اهم مفاتيح لعب انا بشوف ان هي في افريقيا وعلي معلول. وهو محور اداء لعب النادي الاهلي لفتره من الفترات، بيقدر يساعده بكده بقربه من امام عاشور مع حسين الشحات، عاملين جبهه قويه جدا تقدر ان هي تحقق هدف. ومن احلى الاهداف بصراحه. الهدف شكرا من الاول هنا من اليو ده كمان لكوكا، كوكا عمل السلو باس عالمي، التحرك بتاع حسين ساعده بشكل غير كبير. التحرك بتاع حسين طبعا، خلاص حسين وصل لمرحله نفس برضو الهدف الاولاني، التحرك اللي عمله حسين مع امام، وان هو يخش في في المنطقه دي، وحسين بيلعب على طول دايما كورته في البعيده. فلا هم بس خلاص، بس اللعبه بتحس انها محفوظه يعني. بسم الله ما شاء الله، حسين الشحات فتح على الخط وقطع من على الخط لجوه، بيرسي تاو فتح على الخط وقطع من على الخط. يعني تحس ان اللعبه، واي حد معاه الكوره في كل ده بالتمرين. نعم. يعني كل ده بالتمرين فعلا. بالتمرين وخلاص اللعيبه بقت حافظه اماكنها. بص يعني بص من الزاويه دي عامله ازاي، حلو قوي بصراحه. يعني انا الجون ده برضو يعني احمد حسن كوكا من اللعيبه اللي انا بشوفها تطورت بشكل كبير جدا جدا مع مارسيل كولر الحقيقه، وحسين طبعا. انا بص يا كابتن، يعني ده، لا انا ممكن احنا لسه في اول الموسم، بس ده اعتقد ان هو هيبقى، اعتقد ان هو من احسن الاسيستات، يعني احسن اسيست ممكن ياخده في الموسم. السرو باص من كوكا بصراحه كان غير متوقع. المباراه بدات ان الاهلي والاسماعيلي، مهما كان الاهلي والاسماعيلي بتبقى دايما مباراه نديتها كبيره جدا جدا مهما كان وضع الاهلي او وضع الاسماعيلي في المباراه. لكن في الاخر النادي الاهلي او بعد 10 دقايق ربع ساعه الاهلي قدر يفرض كلمته يا احمد. ما ده كابتن اللي معودنا عليه مستر كولر، ان هو بينزل بيفرض اسلوب لعبه، بيعمل الضغط العالي من اول مباراه، بيحاول في يعني عشان يسهل على نفسه المباراه، اول 10 دقايق اول ربع ساعه لازم يسجل هدف. هنا بتفتح خطوط اي فريق بيلعب النادي الاهلي، وده كان يمكن حضرتك السبب اللي قلت لي ما ينفعش تلعب جيم مفتوح امام النادي الاهلي، وخصوصا انت لما هيجي يعني هتستقبل هدف من النادي الاهلي وهتفتح خطوطك، هتواجه صعوبات بشكل كبير، لان الراجل دايما بيحتاج ان هو يدور الكره دايما ويستغل اقرب فتره فيها ثغره او اقرب مساحه فيها ثغره. اللعيبه سواء بيرسي تاو او علي او حسين الشحات او امام بيقدر يستغل دي كويس، الثغرات اللي بين خطوط الدفاع بيقدر يستغلها. اكيد اول ربع ساعه هدف، ده بيسهل الامور على النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي لما بيجيب الاول بيفكر في الثاني وفي الثالث، دي الميزه اللي بيميز بيها النادي الاهلي، ان انت دايما على طول عايز الثاني وعايز الثالث، ممكن الرابع، ما بيقفش عند هدف وخلاص كده المباراه خلصت. رايك في بدايه النادي الاهلي التشكيل يعني في البدايه مع النادي الاهلي وعمليه التدوير اللي بيعملها مارسيل كولر؟ اكيد ده التشكيل الامثل للنادي الاهلي، مع تغيير نص الملعب ان كوكا بيبدا، دي حاجه برضو ميزه بتضيف للراجل، ان هو الراجل مش مثبت تشكيل، لا الراجل بيعمل عمليه التدوير، ما بيغيرش كتير في التشكيل في بدايه المباراه، لكن الراجل دايما بعد الدقيقه 60 تغييراته بتبقى بتفرق مع النادي الاهلي، مع مجموعه اللعيبه اللي بتنزل بتضيف لخط الهجوم، سواء كان من اهمهم النهارده طاهر او رضا سليم. لا نزلوا اضافوا، وده الغرض في الاخر، ان انت كل ال 25 لاعب في اي دقيقه واي وقت ان انت بتنزل فيه بتأدي الدور اللي عليك. والراجل ناجح بشكل كبير جدا في التعامل مع اللعيبه في المواقف دي. الاسماعيلي النهارده شفت اداؤه ازاي؟ الاسماعيلي كان دايما بيحاول، يعني دايما بيحاول مع سواء مع كابتن ايهاب، وده اللي ما يميز نادي الاسماعيلي. يمكن اعتقد ان هتواجه نادي الاهلي هتواجه صعوبه، لكن مع فرق ثانيه لا، ممكن ان الاسماعيلي يبقى وضعه احسن من كده، لان مع كابتن ايهاب مختلف عن السنين، يعني عن السنتين الصعبين اللي فاتوا بالنسبه للنادي الاسماعيلي. اتمنى ان مجلس الاداره يوفر السبل الراحه للكابتن ايهاب هينجح، يعني اتمنى ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي بعكس السنين السابقه
من بدري يقدر يوفر سبل امكانيات ان انت ازاي تستقر مع استقرار مع كابتن ايهاب جلال. هو من اميز المدربين على مستوى مصر، مع مجموعه لعيبه هنقول صغيره في السن لكن ممكن يبقى عندها اهداف وطموحات. اتمنى الاسماعيلي في اول فترات او اول دور بالاخص ان هو يجمع اكبر عدد من النقاط هتريحه في الدور الثاني، وهنشوف شكل افضل من كده. لان دايما صعب عليك يا كابتن اسلام مجموعه اللعيبه لما تبقى صغيره وتلعب تحت ضغط، ممكن العمليه بتفرط منك بلغوت الكوره كده شويه. لكن اتمنى الاسماعيلي في اول المباريات يحقق مكسب او مكاسب او عدد نقاط، يجمع اكبر عدد نقاط ان هي تقدر تساعده ان الدور الثاني يلعب باريحيه. الطاقم التحكيم النهارده كابتن محمود البنا ومعاونيه. لا انا بشوف يعني من اميز الحكام في مصر، وانا بالنسبه لي حكم رقم واحد هو كابتن محمود البنا. في كل المواقف بصراحه ما بيفرقش معايا سواء بيلعب اهلي بيلعب زمالك بيلعب اسماعيلي بيلعب اي فريق، عنده ثبات عنده فير بشكل كبير جدا، ما بيشوفش الوان، وده ما يميز كابتن محمود البنا مع طاقم تحكيم. اعتقد ان هم خرجوا بالمباراه لبر الامان، اخطاء تحكيميه قد تكون وارده لكن كانت قليله يعني. بس التحكيم بشكل عام شايفه ازاي يا احمد؟ لانه يعني انا كنت بتكلم، انا من وجهه نظري حاسس انه هناك مؤامره على التحكيم او على الخبير الاجنبي بغض النظر عن رضائك او عدم رضائك عن اداء بريرا، ولكن على وجود الخبير الاجنبي انا بحس ان في مؤامره. البعض بيحاول ان يعود بالزمن الى الوراء الى زمن الاحتواء وزمن يعني بجد. انا كنت هنا مع في قناه النادي الاهلي بسال، وسالنا خبراء كتير جدا اجانب عن هل في حاجه اسمها احتواء، قالوا لي ما حدش يعرف. حاجه اسمها روح البروتوكول لو تفتكر الاكسبريشن او التعبيرات دي، تعبيرات اللي كانت بتتقال. روح البروتوكول قال لك ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه، تحكيم واحد زائد واحد يساوي اثنين. فانا بشوف ان هناك مؤامره بتحصل على اسم خبير اجنبي بغض النظر عن انت راضي او غير راضي عن بيرير. بص يا كابتن، لبعض الاسماء الواضحه واللي معروفه واللي عايزه ترجع في الصوره مره ثانيه. خليني حضرتك حطيت يعني ايدك على نقطه من اهم الاسباب اللي قد تؤثر على التحكيم في مصر، ان الكرسي في بعض الاشخاص اللي ممكن قد تحارب، مش حتى هنقول خبير اجنبي، على اي حد بيقعد على كرسي رئيس اللجنه او رئيس لجنه التحكيم، ان الكرسي مش حجر على حد او مش لحد بعينه، وده اي حد هيبقى موجود في المكان ده اكيد هيتحارب من الاشخاص دي. فاتمنى ان اللي يعمل كفر على مستر بيريرا في ادارته للتحكيم واستقرارهم عليهم هو اتحاد الكوره، اتمنى هم عارفين الاساليب اللي هيتحارب بيها الراجل كويس، اتمنى ان هم يقدروا يعملوا عليه كفر المناسب في حته الاستقرار، حته الدعم بالامكانيات. اتمنى يعني في ظل الظروف اللي فيها او النجاح البطوله وشكل البطوله، اتمنى ان الاحتواء على لجنه الحكام او رئيس لجنه الحكام اتمنى ان يكون افضل من كده، ويعرفوا الحرب جايه منين والطريقه بتبقى عامله ازاي، والاشخاص معروفين جدا. اتمنى ان الظروف تبقى احسن من كده لصالح الكره المصريه بالظبط. ده دي اهم حاجه. الثلاث ماتشات اللي لعب فيهم فيهم بعض الاخطاء التحكيميه ولكن جيدين، لا تؤثر على اي مباراه يعني. الله ينور عليك. ولكن انا بتكلم عن 17 فريق اخر عند في مشاكل كثيره في عدد كبير من المباريات. اكيد يا كابتن اسلام اكيد. فده اللي انا بتمناه. في اخطاء وارده، اخطاء وارده طبعا دي قد تؤثر على المباريات لكن مش اخطاء جسيمه يعني. فاتمنى ان يدوا للراجل الفرصه المناسبه او الجو المناسب ان هو يقدر يشتغل، الابقاء عليه او الاستقرار عليه ده اللي انا بتمناه. الدعم الكامل ليه من مجلس من اتحاد الكوره، مجلس اداره اتحاد الكوره. اتمنى ان يشتغل في ظروف احسن من كده، ويقفلوا على الراجل ويقفلوا على الحكام المصريين، والتطور الدائم اللي الراجل دايما بيشتغل عليه هنشوف التحكيم في مصر افضل من كده ان شاء الله. اصابه امام عاشور، وعلى الجانب الاخر كنت يعني هسالك في تالقه ودخوله بسرعه مع كولر، ولكن اصابته شفتها ازاي سريعا يعني؟ اصابه امام انا بشوف انه حماس زايد يعني، حماس زايد من عند امام. الحماس اللي بيشوفه او الدعم اللي بيشوفه من جماهير النادي الاهلي ده غير مسبوق لي بالمره. صحيح. كامام عاشور والدعم الكامل والمسانده الدائمه في كل مباراه،
مع ان امام بيبقى فعلا عند حسن الظن في عامل فارق مع اداء النادي الاهلي. انا بشوف ان امام كواليتي لعيب يا كابتن اسلام بقالنا 10 سنين ما شفناهوش، يعني زي ما بنتكلم على حسين الشحات او اداء بيرسي تاو، انا بشوف على مستوى مصر اداء امام عاشور وتالقه حتى في التلت الامامي يعني كواليتي لعيب، انا بقالنا 10 سنين ما شفناش لعيب كده. فده كان متوقع لامام زي ما اتكلمنا قبل كده لصغر سنه امكانياته الفنيه، راجل بيلعب برجله الاثنين ما شاء الله، بيقدر يعمل الزياده العدديه، فارق مع خط هجوم النادي الاهلي، بيقدر يعمل لك فارق، مفتاح لعب مهم سواء لزمايله او للفرقه، او ان هو يقدر يحرز اهداف او يشوط على المرمى، بيقدر ينقلك في اقل عدد من الباصات اللي تلت الملعب الامام، بيقدر يتحرك في التلت الاخير بشكل جيد. اعتقد ان لا اللعيب مختلف، واتمنى له ان امام يرجع يكون اضافه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. طيب رايك في مستوى الدوري حتى الان؟ اكيد لسه بدري طبعا، ولكن لسه بدري، لكن في فرق ترتيبها في الجدول مش ده مكانها الطبيعي، يعني بنتكلم على فاركو، بنتكلم على الفرق دي مدعمه بشكل جيد، امكانيات كبير. رهيبه كبيره، امكانيات ماديه. اتمنى ان زي ما كنا بنتكلم على فاركو السنين اللي فاتت مع بعض الفرق، مع سيراميكا، مع الفرق دي، ان انت خلاص بتبقى منافس للنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي، كل ده بيصب في مصلحه الكره المصريه. لكن برضه الفريق الجيد، لكن في لعيبه صغيره، وفريق انبي مع كابتن تامر مصطفى عامل اداء جيد، لكن اللعيبه صغيره في السن. اتمنى ان الفتره اللي جايه يبقى في اكتر من فرقه يكونوا منافسين للاهلي والزمالك غلب النهارده انبي واحد والاسماعيلي. اعتقد من بيراميدز، اكيد بيراميدز برضه مدعم بشكل جيد لاشتراكه في دوري ابطال افريقيا، كل ده بيضيف للكره المصريه. اتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق المشاركه في سواء في الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا. ماتش من الماتشات الحلوه النهارده، مش النهارده، اليومين اللي فاتوا او اول امبارح، ماتش زد والبلديه انتهى بالتعادل 3-3. السنه الجوله الثالثه الحقيقه عامله ريكوردز كتيره جدا في عدد الاهداف اللي جابها الفرق كلها، الفرق كلها تقريبا جايبه اهداف اعتقد فيما عدا الاسماعيلي، حتى الاسماعيلي احرز في الاهلي. اكيد لو هنتكلم على زد والبلديه لسه فرقتين لسه صاعدين، لكن ده كان متوقع، ومتوقع نجاح احمد عبد الرؤوف مع فريق البلديه، مدرب جيد، مدرب شاطر، صغير في السن، واعد، دايما بيتعلم، دي بمتابعتي ليه حتى وهو في الدرجه الثانيه مع مجموعه لعيبه دلوقتي. كابتن اسلام على مستوى مصر خلاص ما بقاش فيه فروقات في اللعيبه، كل الفروقات واحد. زد عنده استقرار اداري طبعا رهيب، عنده استقرار فني على كابتن مجدي عبد العاطي مع مجموعه لعيبه، قدر يختار كابتن مجدي او الاستقرار على القوام الاساسي لفريق زد مع الدعم الكامل من مجلس الاداره، بدعم بصفقات تقدر تضيف له ان هو يوصل حتى للنقطه السابعه في 3 مباريات. دي كانت شيء جيد جدا وحاجه مش جديده على الاستقرار، دايما يا كابتن لما بنشوف نجاحات في اي فريق، نجاحات في اي منظومه، هو استقرار مجلس الاداره، وده اللي متوفر في زد، زائد على الجانب الاخر بلديه مستقرين اداريا وفنيا، عشان كده هنشوف. لان انا اديت البلديه ان هي ممكن السنه دي تبقى الحصان الاسود في الدوري. يمكن كلام كتير يا احمد عن رحيل فيتوريا الى السعوديه، هو بينفي دائما هذا الكلام، ولكن لماذا دائما هذا الكلام؟ في كل مؤتمر صحفي تسمع هذا الكلام، اكيد رغم انه مرتبط بعقد. يعني هي دي المشكله يا كابتن اسلام، ان انت دايما مهم جدا ان حتى زي ما بنتكلم على الاتحاد في التحكيم، مهم جدا نتكلم على الاتحاد في الحفاظ على الراجل ومكانه الراجل، في حته توفير الاجواء حوالين الراجل ان هو يشتغل في جو مناسب يقدر يضيف لمنتخب مصر. ولحد دلوقتي الراجل شغال جيد مع منتخب مصر بطريقه جيده، اعتقد ان مباراه الجزائر وزامبيا يعني اختبار مناسب. زامبيا يوم 12 والجزائر يوم 16، اعتقد ان مباراتين اكيد مهمين، وكان طبعا انا بشوف من اهم المباريات اللي ممكن تبقى مباراه الجزائر، وده اختبار حقيقي ان انت تقيس عليه نقط القوه والضعف زي ما اتكلمنا على مباراه تونس قبل كده. مهم جدا ان انت كمدير فني تقيس نفسك على ان انت منتخب كبير في افريقيا وفي الوطن طبعا العربي، ومهم جدا تقيس نفسك بالمباريات الكبيره دي. اعتقد ان الراجل بعد المباراتين دول هيحط ايده
على نقطة القوة والضعف داخل عناصر المنتخب اللي موجودة معاه، أعتقد إن كل المجموعة اللي موجودة في القايمة هي تستاهل إن هي تبقى موجودة. تألق في الدوري بشكل ملحوظ، أتمنى له التوفيق، وأتمنى له من الراجل أو من الاتحاد إن هو يشتغل في جو مناسب أو أنسب من كده، جو مناسب إن هو يقدر يحقق إن شاء الله الوصول لكأس العالم وتحقيق بطولة كأس أفريقيا إن شاء الله. كان في أسماء ما كانتش أو لم يتم اختيارها كنت عينك عليها وقلت إن هم هيتم اختيارهم، ولا أنت شايف إن الأسماء جيدة؟ أنا شايف إن أنت راضي عن الأسماء. راضي بشكل كبير، كان بس حتة ما عدا كهربا، يعني كهربا كنت أتمنى إن هو يبقى موجود في معسكر منتخب مصر. كهربا الفترة الأخيرة بيأدي بشكل جيد مع النادي الأهلي، ممكن بعض الفترات كانت تؤثر على حتة الغرامة أو كده نفسيا، لكن كهربا عنده من الخبرات إن هو يقدر يرجع نفسه المنتخب تاني، وكهربا مش بعيد عن المنتخب. ده اللي أنا كنت بتمنى إن هو يبقى موجود في قائمة المنتخب، لكن بتمنى له إن شاء الله بعد المعسكر ده يرجع ياخد مكانه الطبيعي في قائمة المنتخب إن شاء الله. عمر كمال وانضمامه للمنتخب كباك رايت من أول اختيارات كيروش كارلوس كيروش لعمر حتى الآن، الحقيقة متألق مع فريق مودرن فيوتشر اللي بيحتل قمة الدوري. أكيد عمر، يمكن أنا أعرف عمر كويس، وخصوصا هو لعب معايا في اتحاد الشرطة، بس دايما عمر عنده مرونة تكتيكية، ده اللي كان بيقدر يستغلها كابتن علي ماهر قبل رحيله عن فيوتشر، إن هو يلعب حتى الفترة لو هتلاحظ كابتن إسلام الماتشين الآخر عمر بيلعب باك ليفت، فدي المرونة اللي عند عمر كمال سواء بيلعب باك رايت أو باك ليفت، لكن هو مركزه الأساسي هو طرف يمين. ده اللي كان مستر كروش قاعد قدر ان هو بعد اصابه اكرم توفيق مع المنتخب او في النادي الاهلي قدر يستغل عمر كباك رايت، ودايما عمر عنده الملكه دي لانه عنده سرعات بيجي من تحت كويس، لعيب بيعرف يجيب جول، مفتاح لعبه مهم سواء مع مودرن فيوتشر او مع منتخب مصر، فاعتقد ان عمر يستاهل المكانه دي لان هو على المستوى الشخصي شخصيه محترمه جدا، قافل على نفسه بشكل جيد، وكفايه ان هو ابن الكابتن كمال عبد الواحد. كابتن حبيبنا طبعا. حبيبي كابتن كمال. فحاجه يعني ابن الوز عوام، فعمر لا بيأدي بشكل جيد سواء مع مودرن فيوتشر، ويستاهل ان هو يبقى موجود داخل منتخب مصر. اتمنى له التوفيق للفتره اللي جايه، وربنا لما بنشوف كابتن اسلام اي لعيب متألق طبعا بنقول ان ربنا يبعد عنه الاصابات، دي اهم حاجه، وان هو يبقى رجله في الملعب دايما، فربنا يحفظه يا رب ويوفقه الفتره اللي جايه. منتخب الأولمبي عايز برضو أسألك عن ميكالي، وعندنا مباراة يوم الخميس مع منتخب الأردن. أكيد الراجل عامل شغل جيد طبعا، لو هنذكر منتخب الأولمبي مباراة ودية طبعا، هنبارك لشيتوس اللي هو الرياض تولي المدرب العام للمنتخب الأولمبي والمدير الفني للمنتخب 2005، منتخب 2005 بنبارك له واتمنى له التوفيق طبعا. كان عاملين شغل جيد مع المنتخب الأولمبي اللي يعني القربي من القربي من شيتوس، ف لا عاملين شغل جيد، لعيبه كلها بنسبه 80 او 90% اللي فارق معاها بشكل كبير او فارق مع المنتخب الاولمبي ان اللعيبه دي بتلعب كلها في الدوري ممتاز، حوالي 80 او 90% من اللعيبه دي بتلعب في فرقها في الفريق الاول، فاتمنى لهم التوفيق طبعا، ودول النواه الحقيقيه للمنتخب الاول، ان المنتخب الاول يقدر يعتمد عليهم زي ما بنقول تألق كوكا مع المنتخب الاولمبي، اداله الفرصه ان هو يبقى موجود في المنتخب الاول، فاعتقد ان ده خير مثال او هدف للعيبه المنتخب الاولمبي ان هم يقدروا يشدوا حيلهم الفتره اللي جايه ويبقى اللي ياخدوا مكانه حتى في المنتخب الاول، لان دي المرحله اللي فيما بعد. اخيرا مباراه الاهلي القادمه في السوبر الافريقي شايفها ازاي؟ في الدوري الممتاز الافريقي. اتمنى التركيز بشكل اكبر، ودايما النادي الاهلي ما يميزه في اوضه لبس النادي الاهلي او الاداره الفنيه للنادي الاهلي هو قفل الصفحات، دايما النادي الاهلي بياخد كل بطولة ببطولتها، بيقدر يقفل على نفسه بشكل كويس، بيقدر يفصل بين الدوري المحلي وبين دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى أن التركيز في أفريقيا يكون زي ما معودنا، والثقة الكبيرة اللي عند جماهير نادي الأهلي اتجاه اللعيبة واتجاه الجهاز الفني دايما داعمة للعيبة وللجهاز وحتى المجلس الإدارة، أتمنى النادي الأهلي الحفاظ على اللقب ويقدر يحقق ان شاء الله البطوله باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودك معانا، يعني من الناس اللي بستمتع الحقيقه بوجودها وبتحليلها الفني الهادئ.
حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. دايما انا اللي بتشرف وانا موجود مع حضرتك. شرف ليا يا حبيبي، ربنا يخليك. سواء في الملعب او هنا في الاستوديو. الملعب خلاص بقى نفسنا والله العظيم، تصدق بالله الواحد نفسه يرجع الملعب تاني. انا قلت لحضرتك الملعب عشان عارف ان انت نفسي ارجع الملعب تاني. عشان العقود اللي موجوده ولا عشان ايه؟ عشان العقود، قيمه العقود اللي موجوده. لا والله مش قيمه العقود، ولكن الحمد لله كانت مستوره ساعتها. طبعا القصه، ولكن انا بتكلم لانه التواجد في الملعب يا كابتن، انت دايما شايل هم نفسك. شايل هم مجموعه كبيره. لا التواجد في الملعب كان مختلف. الواحد نفسه، الكابتن خطيب دايما كان يقول لنا الكلمه دي لو فاكر، واحنا حتى في اليابان كان يقول لك يا جماعه استمتعوا، استمتعوا. الحاجه اللي تعرفوا تعملوها ان انتوا ترجعوا تلعبوا ماتش من دول تاني. صح، تتمنوا ترجعوا تلعبوا ماتش من دول تاني. حبيبي، لكن يلا هذه هي كره القدم. انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك معايا. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.